طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني لإعدادي لغات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مصر التعليمية. اليوم إن شاء الله بنبتدي درس جديد في الألجبرا. يا ترى الدرس بتاعنا هيتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن موضوع جديد جدا. يا ترى الموضوع ده إيه؟ هنبتدي بالـ name of the lesson. معايا الـ interval. إيه هو الـ interval؟ ويا ترى إيه الفروق بينه وبين الـ إيه الـ other lessons؟ طيب الـ interval بتاعتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن هي set but not like set the other. ازاي؟ ازاي عندي؟ تعال نشوف كده الانترفل والايه واشكالها. بنقول الانترفل عندي دي عبارة عن فترة. يعني ايه فترة؟ يعني انت لما بتروح السينما مثلا وتقول ان انت في السينما من 4 لـ 6، ده معناته ان الوقت الفترة دي، الفترة الزمنية دي هي من 4 لـ 6، انت تماما كاملة موجودة. انا لما اكون عندي between two numbers، لما قلنا rational numbers نقول between two rational numbers، يا ترى اقدر اعد كام rational numbers؟ بنقول infinite number. اوكي طيب بنعمل ايه احنا بقى؟ بنقول between ال a and b، يا ترى في عندي كام rational number؟ بقول infinite number. ما اقدرش احسم ان هو 6 7 8 9، but the infinite numbers، لذلك انا بحسبها في شكل ايه؟ interval. طب يا ترى في type of intervals؟ yes. التايب بتاعتي ازاي؟ في عندي the first type the closed interval. closed interval اللي هو ايه؟ اللي هو عبارة عن interval but ال A and B with me. يعني ايه with me؟ يعني موجودة معاك في الست اللي انت بتحسبها. ازاي معايا الكلام ده؟ بص معايا كده، لو جينا نقول شكل الانترفل بتاعي اللي هو البراكت اللي ايه اللي انت شايفه دلوقتي، انا عندي الانترفل عبارة عن البراكت اللي انت شايف انا بعمله دلوقتي اهو، بياخد الشكل ده. لو ظهروا الاتنين قدام بعد كده بقول عليها closed interval، وده معناته ان انا عندي هنا number وهنا ايه other number. دايما بيبقى ده the smallest والsecond number بيبقى ايه؟ بيبقى greatest. يعني لو عندك هنا 1، هنا دي ممكن تبقى تيجي 3. طيب ده معناته ان ال 1 وال 3 دول ايه؟ انترفل. لما اجي ابتدي هسالك هل ال 1 موجود معايا في الايه؟ في السيت دي؟ يس. هات ال 3 موجود معايا في السيت دي؟ يس. يعني ال 1 بيلونج والايه؟ وال 3 بيلونج. لكن انا لما اجي اعمل لها الديفينيشن، الديفينيشن بتاعي لو جيت انت تشوفها دي اسمها الايه؟ كلوزد انترفل. الكلوزد دي الفيرست بتاعها ايه والسكند مين؟ بي. واتفقنا ان الايه ماست بي از ايه؟ از سمولست بي. طيب بنقول هنا ان الايه والبي بيلونج لمين؟ للار. والايه هنا طالما عندك الايه كلوزد بقدر اقول عليها ايه؟ سمولر ذان اور ايكوال. والبي طالما هي كلوزد بقول عليها ايه؟ جريتر ذان اور ايكوال. طيب لما اجي اعمل عندي 1 و4 يبقى انا اقدر في الحاله دي يا ترى اعمل لها ريبريزنت على النمبر لاين اور نو؟ تعال نشوف لو انا خدت النمبر لاين الانترفل بتاعتي هيبقى شكلها ايه. طبعا كلنا عارفين النمبر لاين بتاعنا، وتعال نشوف شغلنا النهارده في نمبر لاين كتير. ده النمبر لاين بتاعي 0 1 2 3 4 and 5 6. طيب لما انا اكون عايزه اقول عندي ال 1 اند 4، انت شايف ال 1 فبعمل سيركل اون ايه؟ ان 1 اند سيركل اون 4. دلوقتي هسال نفسي يا ترى ال 1 كلوزد اور ايه اور اوبن؟ هعرف دلوقتي الاوبن بتاعتي. لكن طالما كلوزد يعني ال 1 موجوده معايا في السيت، يعني هي بيلونج ذا سيت، يبقى انا طالما بيلونج بعمل لها شادد بالمنظر ده. وال 4 يا ترى بيلونج اور نوت بيلونج؟ طبعا بيلونج، يبقى انا بعملها شادد كده، وبتبقى عندي الانترفل بتاعتي خدت الشكل ده. ويبقى هنا دي كده الانترفل اللي بتعبرني عن ال 1 and 4. ولوك ان ال 1 closed وال 4 ايه؟ closed. تمام؟ يبقى انا عرفت هنا عشان هي closed انا عملتها ايه؟ shaded. وهنا عشان closed عملتها ايه؟ shaded. طيب the other type اللي هي هتبقى معايا بنقول ايه؟ open. ازاي open؟ زي ما انت شايف كده اهي الشكل ده، اول ما يديني الجزء ده كده بسميه ايه؟ بسميه open. طيب هنا لاحظ ان الـ A open والـ B ايه كمان؟ open.
طب الديفينيشن عندي للاوبن هتلاحظ ان الاي سمولر ذان مين الاكس، باتل بي جريتر ذان الاكس، لكن انت شايف هنا معايا علامه ايكوال نو. طالما مفيش علامه ايكوال يبقى انت على طول دي ايه اوبن، يبقى انا الاوبن معايا كمان بتظهر وزاوت ايه وزاوت ايكوال. لو انا جيت اعمل لها هنا ريبريزنت اون ذا نمبر لاين زي ما عملنا في الثانيه، هلاقي عندي ذا سيم 1 اند 5 but ال 1 open and ال 5 ايه open also. يلا بينا. That's our number line 1 and 7. شغلنا ثابت، يعني انت معاك ال smallest اللي هو مين ال 1، ادي ال 1 the circle on 1 and circle on ايه on 5. هبتدي اسال نفسي يا ترى ال1 belong the set or no. طبعا ال1 ايه is not belong، ال1 عندك is not belong. ليه is not belong؟ لانها ايه open. طيب ال5 belong or not belong؟ طبعا it's not ايه belong، يبقى انا كمان دي بقت باللون ايه سايباها سيركل ما عملتلهاش شادد، وتبقى دي كده represent on the number line لمين؟ لل 1 and 5 والاثنين عباره عن اوبن ايه انترفل. طيب يا ترى دول بس الانترفلز اللي عندي؟ لا، في عندي اللي هي هاف اوبن اور هاف ايه كلوز، وهنا هبص عليها يا اما تسميها هاف اوبن يا اما تسميها هاف كلوز. اهم حاجه ان هي فيها جزء اوبن والاذر ايه كلوز، اور او اقدر اخليها بشكل تاني اللي هي ممكن تبتدي بالكلوز وتنتهي بالايه بالاوبن زي ما موجود. المهم ان في واحده اوبن والتانيه ايه كلوز. تعال بينا نشوف هنعمل ايه فيها. انا مدي لك اكسرسايز على طول، ومن الاكسرسايز ده ظاهر لي في حاجات لازم تكون اوبن زي ايه هنشوف دلوقتي. لو انا عندي هنا هبتدي مع النمبر لاين واعمل لها ريبريزنت، ادي نمبر لاين، هنا عندك الزيرو وهنا عندك الفايف. هتسأل نفسك الزيرو is closed يبقى انت بتعمل لها ايه شادد، الفايف is open بنعمل لها ايه open. هي واضحة ان هي طالما closed بتعمل لها شادد، انت بتعمل closed للسيركل بتاعتك، وبعدين بتعمل ايه بتعمل join لايه للانترفل بتاعتك. طيب هنا بنشوف ال 2 and 5، يلا بينا. طبعا لو هنا الزيرو بتاعتك هتبقى هنا دي ال2 هتبقى هنا دي ايه الفايف. هاجي هنا هقول دايما انت بتشوف السمولست نمبر اند الايه جريتست، انت عندك ايه دي الفايف ودي ال2. هتسال نفسك ال2 اوبن اور كلوزد؟ اوبن. الفايف اوفر اور كلوزد؟ هنا موجوده ايه الفايف اتس ايه كلوز. تمام، وبعمل عندي هنا الجوين وبتبقى دي انترفل بتاعتك. اللي جاي الجزء هيختلف ليه؟ لان هنا مفيش تو نمبرز، لا انا عندي اونلي 1. طب الجزء اللي فاضل معايا ده انفاينايت نمبر. هنا لما باجي بقى الكلام هيختلف ليه؟ لانها طالما ظهرت يبقى انا هعمل هنا ايه جزء، هقول فاينايت ونيجاتيف ايه فاينايت، وهنا فاينايت وهنا نيجاتيف فاينايت، وهكذا. هبتدي هنا، هنا لو دي زيرو هتبقى دي ايه الثري. طيب انت عندك تو نمبرز علشان تعمل لهم سيركل؟ لا، اونلي وان اللي هي مين الثري. انا عملت على الثري. طب الثري بيلونج اور نوت بيلونج؟ الثري طبعا ايه بيلونج، يبقى هعمل لها ايه شادد. هبتدي هنا هشوف النمبر الاذر نمبر اللي عندي اللي هو ايه نيجاتيف ايه انفاينايت نمبر، يبقى انا هروح بالايه بالارو بتاعي تجاهها. ليه؟ لان انا معرفش انا هقف عند نمبر ايه تماما. خلاص يا شباب يلا بينا. طبعا هشوف الجزء الثاني هبتدي معاها على طول، وهنقول هنا هنعمل ايه. لو عندي هنا طبعا الزيرو واضح ان هي نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 1 3. عندك هنا النمبر بتاعك اللي هو مين اللي هو النيجاتيف 1 نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 يا ترى بيلونج اور نوت بيلونج؟ طبعا واضحه انها ايه نوت بيلونج، تبقى السيركل بتاعك اتس ايه اتس اوبن. تمام، عندي هنا لاحظ ان انت ما عندكش ايه ذا اذر نمبر. طب امال انت متوجه فين؟ متوجه لمين؟ للفاينايت.
يبقى انا على طول هتوجه لها، لان انا معرفش the last ايه the last number، وتبقى دي الانترفل ايه بتاعتك كده. يبقى انا قدرت اوظف الجزئيه بتاعت الايه الهاف كلوزد اور هاف ايه اوبن. ولاحظ ان هي دايما بتيجي مع مين؟ مع الانفاينايت وايه والنيجاتيف انفاينايت. تمام، تعالى بينا نشوف. وطبعا دي هنعمل عليها ستار، مهم جدا، لان لما بتجيلك انت بتعرف ان هي ايه على طول هاف اوبن اور هاف كلوزد. هنا هبتدي هسالك شويه اسئله، والاسئله ديت هي اللي ايه هشتغل عليها. ازاي هشتغل عليها؟ الجزئية عندك بتيجي في شكلين. الشكل الاولاني بيقول لك put the suitable sign، اللي هي اما belong or not belong. وطبعا احنا شفنا الجزئية بتاعتي من شوية لما انا حطيت لك لما كانت النمبر بتاعي open انا عملت لك ايه not belong، لما كانت not open اللي هي closed عملنا ايه belong. لكن هبتدي اشوف هل هو موجود في الفترة نفسها ولا لا. يعني انا لو بصيت هنا في الجزئية دي ورجعنا لها تاني عشان اقول لك belong or not belong، لو انا خدت هنا النمبر 4، الفور دي تعتبر ايه belong. لو خدت هنا 3، 3 هنا تعتبر ايه belong. هنا لو خدت الفور، الفور not belong ليك لانها مش موجودة جوه الانترفل اللي انت ايه محددها. هاجي واقول هنا هبتدي اقول ايه، اقول put the suitable symbol belong or a or not belong. هتبتدي تاخد معايا وناخدها واحده واحده. بيقول لي 3، وبص للانترفل بتاعتك في نيجاتيف 1 اتس belong، وعندي 3 انا هكتب ايه not belong. اظن انا كده جاوبت عليها. طبعا 3 is not a is not belong. طيب هنعمل ايه تاني؟ هشوف اللي وراها. انا عندي هنا نيجاتيف 2، النيجاتيف 2 بتقول نيجاتيف 1 و 3. تمام، نيجاتيف 1 و 3، النيجاتيف 1 عندي طالما موجوده يا ترى هي بتبقى فين؟ بسرعه كده معايا واعرف لي يا ترى نيجاتيف 1 موجوده في الانترفل ولا لا. لو هي مش واضحه بالنسبه لك هتبقى عندي هنا 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 1 2 3 4. انا عندي الانترفل باديه منين؟ من النيجاتيف 1 واتس اوبن، ومن 3 واتس اوبن، وانا عملت الانترفل بتاعتي. يا ترى نيجاتيف 2 بيلونج؟ طبعا اكيد واضحه انها ايه اتس نوت بيلونج، لان نيجاتيف 2 بتاعتك اهي تبقى نوت ايه نوت بيلونج. تمام، بروح هنا في عندك هنا جزئيه محتاجه منك شويه شغل. يلا بينا نشوف كيوبيك روت اوف ايه اوف 8. وده كان ذا فيرست لسن ان ايه ان ذا ان. طب تعالى هنا لما هتيجي تعملها هتدي لك كام؟ 2. طب ال 2 هنا belong؟ yes، لان ال 2 عندك هنا اهي مع الكلوزد، يبقى ال 2 اتس ايه belong. absolute value of negative 5 برضو بتحصل على القيمة بتاعت ال absolute value of negative 5 اللي هي عندك equal كام؟ 5. وتعالى هنا نشوف يا ترى هي واضحة ولا مش واضحة. انت شايف ان في number between ايه ال 4 and 6. طبعا هي between ال 4 and 6 يبقى دي على طول عندك ايه اتس belong. طب لو هي مش واضحة بالنسبة لك على طول مش هتاخد منك جزء من الدقيقة كمان. هنا 0 1 2 3 4 5 6. انا عندي الفور والفور اتس كلوزد والسيكس اوبن، وادي موجود عندي. طبعا واضح ان الفايف ايه في الانترفل نفسها موجودة داخل الانترفل، يبقى انت على طول اديتها ايه belong. يبقى انا قدرت اشوف لو السؤال موجه عندي في صورة belong or not belong، يبقى انا قدرت اشوفها الواضحة تماما بتجاوب. لكن لو في عندك شوية مش واضحة بتعمل ايه؟ بتخليها على النمبر لاين. هنا هشوف ممكن تظهر لي بطريقة اخرى. ايه الطريقة الاخرى اللي معاك؟ ان هي تجيلك في صورة ايه distributive method. طب distributive method اللي هي ايه؟ اللي هي مبدئيا عايز اخليها هعبر عنها بطريقتين. انا عايزه نمبر 1 تعبر معايا بالانترفل، وبعد كده نمبر 2 تعبر معايا بالنمبر ايه بالنمبر لاين. لو احنا اشتغلنا الجزئيه دي هناخدها واحده واحده. هتلاقي هنا لو انا خدتها وعملتها لك بالايه بالانترفل، في نمبر واحد بس اللي موجود عندك اللي هو مين؟ ال2. يبقى انا عندي هنا ال2 هي اللي موجوده. تمام، يبقى الانترفل بتاعتك موجود. طب ال2 يا ترى ال2 ديت closed ولا open؟ طالما شفت انت علامة equal دي تبقى دي closed.
طب انا عايزه اشوف هي هتتكتب في الاول ولا في التاني، يعني في الفيرست ولا السكند. لو هي دي السمولست هتتكتب في الفيرست، لو هي الايه الجريتست هتتكتب فين؟ في الايه السكند. هناخد بالك بيقول لي الاكس جريتر ذان، يعني الاكس اكبر منها، يعني الاكس هتزيد عن التو، يبقى التو هي عندي السمولست، تبقى دي ده فيرست نمبر. وبعد كده طالما مش محدد لي هتبقى بالمنظر ده. واضح عندي ان هي كلوزد عشان علامه الايكوال، وقلنا الانفاينيت نمبر على طول ايه اتس اوبن. كده انا عبرت عنها بالانترفل. طب تعالى بيقول لي يا ريت كمان تعملها لي ايه في النمبر لاين. طبعا نمبر لاين احنا عملناها من دقيقتين، هنا ادي النمبر بتاعك، هاجي لو دي زيرو هتبقى دي مين؟ التو. ميبي التو عندي هعمل لها ادي كده كلوزد واضحه، وبعدين هي هتنتهي عند الفاينايت نوت نيجاتيف انفاينايت. وتبقى دي الانترفل بتاعتك. انا فعلا في الحاله دي عملت لها ايه؟ ريبريزنت ذا اذر وان. بيقول لي هنا نيجاتيف 2، لكن المره دي انا هبتدي الاقي فيه عندي 2 نمبرز، في سمول اند سمولست وجريتست نمبر. عندي نيجاتيف 2 لو انا عملتها هنا، ادي النيجاتيف 2 ومعايا مين؟ 3. كل واحده هيبقى لها القراءه الخاصه بيها. يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 2 ويز علامه ايكوال ساين، يبقى انا معايا دي اتس ايه كلوز. 3 without equal sign يبقى ايه اتس اوبن. يبقى انا في الحاله دي قدرت من الايه من الديستريبيوتيف ميثود ان انا ايه اعمل في شكل انترفل. يلا بينا نروح نمبر لاين بتاعك، ادي نمبر لاين وهبتدي. طبعا واضح التو نمبرز بالنسبه لك هنا، لو قلنا ده زيرو نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 1 2 3 اند 4. طبعا انت هتيجي على التو نمبرز بتوعك وهتعمل عليهم سيركل، نيجاتيف 2 سيركل اند 3. لو هي كلوزد بتعمل شادد ايه ذا سيركل، لو هي اوبن بتسيبها زي ما هي ايه اوبن اند جوين ايه 2 بوينتس. طبعا كده يبقى انا عملت الايه الانترفل الخاصه بيا. طيب بالشكل ده احنا نقدر نعمل ايه كل الانترفل اللي موجوده. يا ريت كل صوره من دول احنا عشان ما نضيعش الوقت في الجزئيه دي، يبقى كل واحده بتتعامل بالمنظر ده. خلاص يبقى انا شفت دلوقتي الانترفل وهي جايه في شكل انترفل واضح وازاي اعمل لها ريبريزنت اون ذا نمبر لاين، وشفت لو جاي عندي في شكل ايه شكل ديستريبيوتيف ميثود وحولتها مبدئيا لانترفل، وبعد الانترفل انا عملت لها ايه نمبر لاين. طبعا ممكن تعملها نمبر لاين من الاول لان دي تعتبر عندك ايه انيكواليتي، لكن احنا انا حولتها اول انترفل لان ده درسنا النهارده، وبعد كده اظهرتها على ايه على النمبر لاين. الباقي ده ممكن انت تعمله كهوم ورك بالنسبه لك، مش هياخد منك دقيقتين، لكن هيوضح لك ان كنت انت فعلا فهمت الجزئيه ولا لا. هاجي اشوف هنا كومبليت من نوع اخر. تعالى كومبليت دوت رايح لفين؟ رايح للديفينيشن بتاع ايه بتاع الار اللي هي الريال نمبرز. انا خدت لها قبل كده ديفينيشن في الاذر سيشن، كنت قلت لك ان الار لما خدنا الايه راشونال نمبر وايه الراشونال نمبر، قلت لك ان الار ايكوال لو انا قلت راشونال نمبر اند او يونيون الايه irrational numbers. تمام كده واضحة. يبقى دي كانت definition بتاعت مين؟ بتاعت irrational number. النهاردة لما هاجي هسألك ودي لك هنا rational، يبقى انت هتكمل لي بايه؟ بالirrational numbers. تمام. لكن لو انا سألتك عليها في صورة interval، النهاردة تعرفنا على جزء جديد ليها ان هي قلنا all numbers. تمام. يبقى انا هقول ان هي نيجاتيف انفينيت وايه انفينيت. طبعا قلنا دي ايه اتس اوبن اند اولسو اوبن. طيب لما انا اعطيلك جزء يبقى انت تقدر ايه تجيب لي الميثود بتاعك اللي هو هيبقى ايه. طبعا دي انفينيت ايه نمبر اكيد. طبعا دي كده ايه يقول لي هنا الكيو ايكوال ار. طب ار ايه؟ ار بس؟ لا، في الحاله دي هتبقى ار ماينس مين؟ ار ماينس كيو داش اللي هي ايه irrational numbers. هنا ده سؤال مهم جدا جدا وعايزاك تركز فيه،
والسؤال ده تقريبا موجود في ايه، في كل الاكزامز اللي هتلاقيها عندك. بيقول لي هنا الانترفل 2 اند 7، ال 2 كلوز وال 7 ايه كلوز ماينس. هنا دي هنقف دقيقه، يا ترى تقدر تقول لي ذا نيم اوف ذات سيت؟ ايوه دي سيت، الاليمنتس بتاعتها مين؟ 2 اند 7، اونلي 2 اند 7. لكن هنا احنا اتفقنا ان الانترفل معاك ال 2 اند 7 وبتوين ايه؟ بتوين ذم. طيب ده معناته ان انا هعمل ماينس، ان ال 2 بس هي اللي انا هاخدها وال 7 بس هي اللي انا ايه هاخدها. فهتتحول عندي الانترفل ان ال 2 اصبحت نوت بيلونج ويز مي، بقت ايه؟ اتس اوبن. وال 7 بقت نوت بيلونج ويز مي، بقت كام؟ برضو ال 7 بقت اوبن. هنا هركز معاك تاني، كانت ال 2 بيلونج وال 7 ايه؟ بيلونج. لما هنا ماينس يبقى انا ال 2 اصبحت نوت بيلونج وال 7 ايه؟ نوت بيلونج. يبقى طلعت لي في صوره ايه؟ ال 2 اند 7 ايه؟ اوبن. تمام، نفس الكلام لكن هبتدي اغير تغييره بسيطه عشان نبقى خدنا كل الجزئيات اللي تخص this point. نيجاتيف 3 اند 4، ملاحظ هنا ان انا هنا ماينس ادي ال 4 وادي ال 4، يبقى انت مبدئيا عارف ان دي هتحولها لنوت بيلونج اللي يبقى ايه؟ اوبن. طب هنا نيجاتيف 3، هل هنا النيجاتيف 5 موجوده عندك اساسا؟ هل هي بيلونج للانترفل؟ نو no. دي بعيد 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 عن ايه؟ عن الانترفل بتاعتي. يبقى عندي نيجاتيف 5 ديت وكانها ايه؟ لم تكن، لان هي ما بتمسش الفتره بتاعتي او البيلونج اوف ايه؟ اوف انترفل. يبقى في الحاله دي انا ما حركتش النيجاتيف 3 ولكن ال 4 اصبحت عندي ايه؟ نوت بيلونج، يعني اوبن. اخر واحده بيقول لي 3 اند 9 ماينس 3. طبعا انت دلوقتي خطبت مين؟ ال 3 بس. يبقى ال 3 دي كانت بيلونج، لكن في الحاله دي لما هتعمل لها ماينس هتبقى نوت ايه؟ نوت بيلونج. يبقى انت عندك هنا ال 3 نوت بيلونج وال 9 انا ما عملتش فيها اي حاجه، فضلت ايه؟ زي ما هي. مهمه جدا النقطه دي ويا ريت نبص لها تاني. لو هي معاك كلوزد وخدتها ماينس بتتحول لمين؟ لاوبن. ليه؟ لان هي كانت بلونج للانترفل بتاعتك ولما عملنا لها ايه؟ سبتراكت، بقت ايه؟ بقت نوت بيلونج. يبقى انت تقدر تحط لها في الحاله ديت علامه الايه؟ الاوبن. ماشي ماشي. هنا هبتدي اروح معاك بقى على ايه؟ على جزئيه مهمه جدا اللي هي ايه؟ ان انا عايزه اعمل اوبريشنز للايه؟ للانترفل دي. لو انا عندي تو انترفلز يا ترى اعرف اعمل لهم اوبريشنز؟ ازاي يا شباب؟ عايزه اعمل مثلا اليونيون. طب ما معنى كلمه يونيون؟ عندي all elements in ايه؟ in the set، the first set and the second set. يبقى انا عندي هنا عايزه اجيب all elements of two ايه؟ of two interval. طيب لو انا هعرض عليك كمان الانترسكت، الانترسكت كنا بنقول ايه؟ ان عندي الاليمنت ان A and the element A in B، بس انا مش عايزه اول، لا ده انا عايزه الايه؟ الانترسكتنج بتاعتهم اللي موجوده في الايه واللي موجوده في البي في نفس الوقت بتاعي، اللي هم انترسكت زي ايه؟ ذا تو elements. طيب لما اجي هعمل لك هنا، انا علشان اجاوبها انا ما بحبش ان انت تجاوبها على طول من الرسم. طيب هنعمل ايه سريعا؟ طبعا إيه ان شاء الله في السيشن اللي جايه هيبقى معايا اوبريشنز كتير ليها ونشوف الجزئيه كامله، لكن انا حابه بسرعه نشوف لو انا معايا يونيون او ايه او انترسكت. هشتغل على الجزئيه دي لان الوقت بيدهمنا، فهاجي هنا هنعمل النمبر لاين بتاعي في السريع وهبتدي معاك. هقول الفيرست انترفل دي الفيرست معاك ودي السكند وياك. الفيرست هنرسمها فوق، خلي الفيرست بتاعتك في الايه؟ في الاب ايه؟ اب لاين. هنا لو قلت نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 1 2 3 4 اند 5، هنا نيجاتيف 2 اند 3، واضحه عندي هنا ان هما الاثنين كلوزد، يبقى انا بعمل كلوزد وهنا تبقى دي الانترفل بتاعتي. هاجي هنا هاخد ذا اذر 1 اللي هي نمبر 2 نيجاتيف 1، ادي نيجاتيف 1 بتاعتك ومعانا هنا مين؟ ال 4. ال 4 كلوزد لكن نيجاتيف 1 اتس ايه؟ اتس اوبن. خد بالك معايا لما اجي اقول يونيون يبقى انا عايزه اول element on ايه؟ ان ذا انترفلز. تمام؟ يبقى انا هاخد هنا
من الفيرست او السمولست 1 اند جريتست ايه 1 سمولست نمبر اند جريتست نمبر. وطبعا هقراه زي ما هو موجود، لو كلوز يبقى كلوز، لو اوبن يبقى اوبن. ويبقى انا عندي هنا هاخد دي هتبقى معايا مين؟ هتبقى نيجاتيف 2 واضح ان هي كلوزد، وال4 واضح برضو ان هي ايه؟ كلوزد. وابقى انا كده عرفت اجيبها. لكن لو هي جايه لي في شكل انترسكت برضو سريعا تمام، يلا بينا نلحق وقتنا. يبقى انا كده الانترسكت لو جيت قلت عندي ال1 وال5 والثانيه نيجاتيف نيجاتيف 1، انا عايزه بسرعه كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. سريعا الفيرست هخليها دايما الفيرست هتبقى اب والسكند هتبقى داون. الفيرست معايا 1 اند 5، واضح ان الاثنين كلوزد في السريع. وهنا نيجاتيف 2 اوبن و 3 كلوزد تمام. هاخد بقى معاك الايه الانترسكت، ودي اخر حاجه هنقولها النهارده ان شاء الله، ان انا هاخد 2 بوينتس ايه انسايد. انا عندي اهو في 2 بوينت انسايد اهو شايفهم، لكن دول كانوا 2 بوينت ايه اوتسايد. لما هاخد ال 2 بوينت انسايد هم دول الانترسكت بتوعي، النمبر الاليمنت اللي موجوده في الفيرست وفي نفس الوقت موجوده فين؟ في السكند. يلا بينا نقراهم زي ما هي. واضح ان ال 1 معايا ايه كلوزد، وال 3 كمان معايا ايه كلوز. يبقى انا من هنا اقدر اقول لك لو احنا قارنا بين الاثنين اهم، بص معايا كده لو قدرنا نشوفهم مع بعض يا ريت. واضحين مع بعض كده؟ واضحين معقول. لاحظ هنا انا خدت في اليونيون خدت الايه 2 بوينتس ايه اوتر لاين اللي هم في اخر في الاخر الاثنين، لكن لما خدت هنا الانترسكت خدت 2 بوينتس ايه الانسايد الاثنين ايه اللي في الداخل. دول كده يبقى انا اتكلمت سريعا على الانترسكت واليونيون. ان شاء الله على خير نستكمل الايه الجزئيات الباقيه في الانترفل. ان شاء الله القاكم على خير السيشن القادمه. الى ان القاكم لكم مني اجمل المنى. كان معكم اجلال واصف من مصر التعليميه.